تعرضت للتنمر، حصل تعرضت للتنمر. ان مثلا احيانا انا مريضة قولون، فغصب عني احيانا بتلاقي عندي شوية بطن كرش صغنن كده غصب عني، حتى لو انا مش واكلة، حتى لو انا خاسة غصب عني قولون بيتعبني بيتنفخ زي اي ناس طبيعية. اسمع كلام مش لطيف على الانستجرام او الفيسبوك، ايه الكرش ده، المنظر ده، انت حامل ولا ايه، انت مش عارفة ايه. انا عملت تقويم في سناني من كام سنة، قبل ما اعمل التقويم في سناني كنت لسه بعمل فيديوهات وبنزلها على السوشيال ميديا، فلقيت حد خد الفيديو نزله عنده، وتعرضت للتنمر كتير واساءة كتير على شكل سناني، مع ان هي ما كانتش طالعه قوي يعني، بس هي كانت طالعه شويه عند الوقت. فانا رحت رد على واحد بيقول لي ايه المنظر ده، وقعد قال لي ادبه، فقلت له والله يعني قول لربنا يا رب انت خلقتها كده شكلها كده ليه، هو ربنا خلقني كده وخلاص انا اعمل ايه. فلقيت كومنت تاني من دكتور بيتريق وبيقول لي اسنانك دي مش عارفه ايه، ده اللي ضايقني قوي، اللي هو وهو دكتور اسنان، اللي هو انت كدكتور عيب وما يصحش، وعيب على 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 الكليه اللي انت درست فيها اللي ليها وضعها، وعيب عليك كدكتور حلف قسم انت تتريق على حد على شكله او مريضه كمان تخصصك. فده ضايقني جدا. قلت له انا مش هقول لحضرتك غير عيب، اتكسف على ندمك ان انت دكتور اسنان وتتريق على حد عنده مشكله في اسنانه، عيب. وخدت سكرين شوت من كلامه وعملت سيف للبوست، وكنت ناويه فعلا ان انا اتجه اتجاه تاني بقى قانوني، ان انا اشتكيه في نقابته وان انا هو تنمر بشكل مش لطيف، وان انا اعمل له قضيه في مباحث الانترنت، فاهم قصدي؟ فيعني خدت اتجاه ده وخلاص كنت هتجه. وبعد كده اصحابي قالوا لي خلاص كبري، هتلاقي ناس كتيره مش لطيفه وهو واحد مش محترم، وانت ردك عليه باحترام خلى الناس هم اللي ياخدوا لي حقي بقى، الناس لما لقوه كده وردي انا عليه كده هم اللي دخلوا اهانوه بصراحه، فانا ارتحت نفسيا لما هو اتهان. انا بشوف نفسي ان انا ما وصلتش لكل اللي انا عايزاه، لسه في حاجات كتير انا عايزه اوصل لها واعلى اكتر من كده ومن كده، وبدعي ربنا يوفقني. انا قويه احيانا وضعيفه احيانا، قويه لو حد جه على كرامتي، قويه لو ما اسمحش بالاهانه، قويه لو هاخد قرار، ضعيفه لو حد يعز عليا قوي شفته تعبان، شفته محتاجني. فانا قويه احيانا وضعيفه احيانا على حسب الموقف اللي انا بتعرض له. بشكر نفسي ان انا بجاهد، ان انا قد المسؤوليه في حاجات كتير، ان انا بستحمل، ان انا صبوره. بشكر نفسي ان انا بقف جنب الناس كتير، بساعد لله في حاجات كتير. مش هينفع اتكلم بقول بساعد لله في ايه، فبشكر نفسي فيها قوي الحمد لله. بعتذر لنفسي ان انا كان في مواقف كان لازم اتخلص منها بدري، اعمل لها ستوب وبدري، كان في ناس لازم ارد عليهم واقفوا عند حدودهم، انا كنت بكبر دماغي واقول معلش خلي المركب تمشي، خلي الدنيا تعدي، خلي ما اقفش على الواحده، وده غلط. وبعتذر لنفسي وبندم لحد يومنا هذا ان انا ما وقفتش على واحده في المواقف دي. استحمل عشان خاطر الناس اللي تعز عليا، بس في حدود يعني، ممكن استحمل مره واتنين وفجاه تلاقيني انفجر وانا عصبيه جدا جدا جدا، فبحاول امسك نفسي شويه. العقرب اكتر حاجه بتميز العقرب، ان احنا عندنا الحاسه السادسه عاليه قوي 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 قوي، عندنا بنقتنع بالبصيره اصدق من البصر، يعني انا بمشي ورا بصيرتي اكتر وبيطلع كلامي واحساسي صح، حتى لو انا شايفه حاجه قدامي بتقول لا، بتدي مثلا انطباع معين بس انا من جوايا مش مامنه لها، بتطلع انا صح. العيوب اللي في العقرب اكتر العيب فينا ان احنا عصبيين ومتسرعين، لا انا ما بحبش اغدر بس ما بحبش اسيب حقي، لا العقرب مش غدار، العقرب انتقامي. بس انا فيا ميزه، لو اللي قدامي قدرني وصالحني وخلاص وعدى الموضوع خلاص خلاص عفوته عنك مش هنتقم منك.